أكثر من 31 قطاع نشاط يشارك بمعرض الإنتاج الجزائري، معرض جمع مختلف العلامات الجزائرية لإبراز قدراتها، خاصة تلك التي تموقعت في السوق الخارجية من خلال منتوجاتها التنافسية فاندمجت مع السياسة الوطنية الرامية لترقية الصادرات. البنو تاعنا فيو كي ريبون ا دي نورم انترناسيونال افيك توت لا سيرتيفيكاسيون اللي عندنا، عندنا سيرتيفيكاسيون اوروبيان امريكان بريزيليان مايان اوريون، الحمد لله الى ايتي ابريسي لانترناسيونال. دونك لا اكتويلمون نو افون ديباسي لو 1 مليون دو بنو اكسبورتي ديبي لو ديبي داكتيفيتي هكذا، اي لا نو سوم اون تران دورينتي براتيكمون 50% نوت برودكسيون ليكسبورتاسيون. البدايه تاعنا كانت في التصدير تاع التمور، حنايا من المنتجين تاع التمور، عندنا نخيل وعندنا دقلة نوعية. بعدها لقينا باللي في الشرق الأوسط كاين شركات أخرى تدي في التمر نتاعنا اللي هو احنا منتوج عندنا، منتوج محلي جزائري 100%، تحول فيه وتعاود تبعث هناك منتوجات أخرى وبأسعار ثانية كبيرة. احنا قلنا علاه احنا ما نستفادوش من المنتوج تاعنا ما دام عندنا، درنا ترانسفورماسيون تاع لي داتخ. المنصة الرقمية للمصدرين الجزائريين تحصي 100 مؤسسة اقتصادية منتجة مع 250 طلب جديد منذ انطلاقها رسميا في 12 أكتوبر من السنة الجارية، رقم مرشح للارتفاع في حال مرافقة المصدرين وإزالة العوائق الإدارية. حاجة اللي تفرح بزاف هذا الرافوار سيك من مجموع الناس اللي تلاقيتهم معاهم، اللي بارتنير اللي تلاقينا معاهم، اللي وصل العدد تاعهم دوكا بالك حوالي 18 اللي تلاقيت معاهم. 80% من الناس هذو كامل كان توجه تاعهم نحو الاكسبو، ويعني هذا حاجه تفرح بزاف. يعني الاراده راهي كاينه، المنتج او كاين، لا جيستيون والله لي كادر راهم كاينين، سما باك تخصنا شويه نحيو العوائق هذوك باش نمشيو للاكسبو. تعزيز الصادرات خارج المحروقات ومضاعفة النتائج القياسية المحققة مؤخرا يتطلب العديد من المعايير والإجراءات، ولعل أبرزها ضرورة تطوير استراتيجية وطنية لللوجستيك.